السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ طارق؟ ازيك؟ ازي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب. دي اسمها ايه؟ دي فاطمه. دي كفاطمه؟ الحمد لله. دي ايه اف ده يعني ايه؟ اف يعني اف دي بتتعالج 57 معايا خمس حالات نفس الحاله دي. معاك ايه؟ خمس حالات، كان في سته، في حاله ماتت شهر 11 نجلاء، وفي ست حالات. كيف دي يعني لما يكون في حد بيتقابل معاه بيقف بيعرف ان ده دي واحد دي واحده هم عيانين وانت سليم؟ كنف. انا عندي ورم برضه. عندك ورم؟ نعم. وعندك كم؟ والزوجه؟ الزوجه توفت. طبيعي؟ الحمد لله. طيب عندك كم ولد وكم بنت؟ عندي ثلاث بنات، كان اربع بنات، الحاله اللي توفت في ثلاث بنات وفي ولدين. ثلاث بنات؟ وبنت منهم توفت؟ توفت الاربع بنات، في بنت توفت. طيب عندك ثلاثه؟ ثلاث بنات وعندي اربع اولاد، منهم مصطفى عامل صمام في المخ وعنده ورم في الفك والوجه. كلهم عندهم سرطان؟ كله سرطان؟ نعم كلهم اورام. هو ده يعني وراثي ولا ايه ده؟ ده جين وراثي. طب وانت ايه اللي عندك في ايه بقى؟ دي عندها ورم في المخ. بكلمك ها؟ بكلمك. ازاي؟ الحمد لله. انت في سنه كام ولا ايه ولا؟ دي عندها كف بصري. كف بصر؟ نعم. يعني كانت سليمه وجالها كف بصر؟ هو عندها كف بصري بسبب ان عندها ورم في العصب البصري وفقد ابصار خالص. ربنا يعينك، ده انت عايش في المستشفى يعني. الحمد لله. يروحوا بقى 57 كلهم؟ كلهم تبع 57، مؤسسه 57 بيتعالجوا فيها. معلش اخر مره، كم ولد وكم بنت عيانين؟ هم دلوقتي خمسه. خمسه عندهم سرطان؟ نعم. الخمسة. طبعا في رمضان في الايام الكريمه دي بنقول يا رب، والراجل الطيب دوت يعني حالته مش صعبه، صعب الصعب يعني. وبنته عندها كف بصر من الورم تتعالج في 57، وربنا هنا. عندها كم سنه هي؟ عندها 20 سنه. 20 سنه؟ نعم. عندها ورم في المخ، والاصغر منها؟ والاصغر منها عنده ورم برضه في تليف في الاعصاب البصريه اللي هو التوأم بتاعها. عنده نسبه 40% مثلا من الشوف، ان هو يبص 40%. يعني الباقي كله بيشوف الحمد لله؟ بيشوف الحمد لله. وعندهم ورم في المخ ولا في حته ثانيه؟ لا في المخ كله. وانت عندك فين الاصابه؟ في تجزئه في جسمي. يعني عندنا نسيت في الجسم. طب بس انت بتتعالج بقى؟ الحمد لله. الحمد لله. ده انت شايل يعني حمل كبير. اسمك ايه؟ اسمي ياسر السيد عبد العليم. ياسر السيد عبد العليم. عبد العليم من الحالات الصعبه جدا اللي عنده خمسه عندهم ورم، وهو مش كده؟ نعم يا فندم. نعم. ربنا يعينك يا رب في الايام الكريمه ربنا دي. ربنا يخليك يا رب. دعوات المشاهدين بالشفاء لعم ياسر ولاولاده. وسؤالنا كنا بنسال، اول عمله مصريه كان اسمها ايه وفي عهد مين؟ لازم اقول لك اختيارات. تيخوس الملك المصري 361 قبل الميلاد، رمسيس الثاني، ولا توت عنخ امون؟ اختيارات يا ريس. قول واحد ولا اثنين ولا ثلاثه؟ رقم واحد. واحد. فعلا اجابه صحيحه، تيخوس 361 قبل الميلاد في الاسره ال 30، العمله باسمه تيخوس. وعم ياسر اللي عنده خمس ولاد، يعني اقول دول في يعني ربنا يشفيهم وربنا يقويك. ويعني عاوز تقول ايه احنا قبل ما نكسبك يعني؟ الحمد لله. الحمد لله كل حاجه يجيبها ربنا. الحمد لله. قول لي انت كان معاك في جيبك كام بقى دلوقتي؟ تجيبي كام؟ تجيبي 10 جنيه. 10 جنيه بس بالدنيا؟ الحمد لله. بالحلال بالدنيا. وعندك الدواء للاولاد وكل الحمد حاجه؟ الحمد لله. الحمد لله. طبعا برضه احنا بنشكر 57 انه عنده خمسه عندهم سرطان بيتعالجوا. وزي ما نرجع للسؤال ونرجع للهديه ونرجع للجائزه وليله القدر، الراجل الطيب المصري اللي عنده خمسه عندهم سرطان وزوجه متوفيه بيكسب معانا النهارده، والاجابه تيخو السنه 360 قبل الميلاد، الاسره ال 30. الاسم ايه؟ ياسر السيد عبد العليم السيد. ياسر؟ ياسر السيد عبد العليم السيد. تتخيل انت كسبت معانا ايه يا عم ياسر بقى؟ الله اعلم. الله اعلم. بنتك اسمها ايه؟ فاطمه. كلمي يا فاطمه. فاطمه؟ سامعاني ولا لا؟ انتوا كسبتوا جايزه، امسكيها كده، امسكي الجايزه، امسك معايا. انت ما بتعرفش تمسك؟ لا ده عندها هنا، عندها شلل في الجنب الشمال. دي 100,000 جنيه. شكرا. 100,000 جنيه. شكرا. ربنا يبارك فيك يا استاذ. 100,000 جنيه. ربنا يجازيك كل خير. فرحانه يا فاطمه؟ ربنا يجازيك كل خير. فاطمه؟ ربنا يجازيك كل خير. دول 100,000 جنيه فرحانه؟ 100,000 جنيه انتوا كسبتوها من استاذ طارق، استاذ طارق علام. دي جايزه احنا كسبناها. قولي له شكرا. شكرا. قولي له شكرا. مش افرحي كده يا فاطمه. ربنا يخليك. افرحي. قولي شكرا. شكرا. قولي شكرا. الحالات لما المرض بيتمكن من جسم الانسان، هل ما فيش دموع ولا في حزن ولا فرح؟
نتمنى ان فاطمه التي لا ترى اللي عندها ورم في المخ ربنا يشفيها يا رب، ادعوا لها بالشفاء. وافرحي كده، افرحي يا فاطمه، قولي الحمد لله. الحمد لله. عايز اشوف ابتسامتك كده ثانيه. الحمد لله. الحمد لله، ربنا يخليك.